عصا المكنسة السحرية. تم. في بيت ريفي في قلب الغابة سكنت إحدى المشعوذات. كانت تصنع المركبات الغريبة، فتحول القطة إلى مزهرية، والأرنبة إلى نبتة برية. وذات يوم قررت تجريب وصفة جديدة، فضحكت بمكر وقالت: سأحول رابونزل الأميرة إلى ضفدعة صلعاء كبيرة. هيا يا عصا المكنسة، خذيني إلى قصرها في الحال. لكن عصا المكنسة ضاقت ذرعا بهذه المشعوذة المتعجرفة. ما ذنب الأميرة المسكينة؟ وما ذنبي أن ألبي طلباتها ثم لا أنال إلا اللوم والتوبيخ؟ تعمدت العصا عدم الطاعة. أمرتها المشعوذة أن تذهب يمينا، فذهبت يسارا، وجهتها نحو خط الاستواء، فانطلقت نحو الشمال. غضبت المشعوذة حتى احمر وجهها وبانت عروق جبهتها، فحملتها إلى جبل عال ورمتها نحو الأسفل، ثم قهقهت وقالت: هذا جزاء من يعصي أوامر المشعوذة أبزودة. تدحرجت العصا مرات كثيرة، ثم استلقت على الأرض، نظرت حولها وقالت: ما هذا المكان البارد المقفر؟ لم يسبق أن زرته من قبل. ارتجفت من البرد، فقررت الذهاب من هذا المكان. ارتفعت وطارت، لكن الرياح الباردة أوقعتها أرضا من جديد. أريد أن أعود إلى بيت المشعوذة الصغير الدافئ. كان هذا كل ما فكرت به العصا وهي تتدحرج باحثة عن أي شيء، أي شيء، فهي لم تعتد على البقاء بمفردها طوال حياتها. وفجأة لاح لها ثور المسك راكضا إليها من بعيد، فابتسمت واقتربت منه بدورها، لكنه لم يبدو ودودا كما تصورت، فقد نطحها بقرنيه الكبيرين، فتشقلبت في الهواء، وما إن تمددت على الأرض حتى صاحت: ما هذا أيضا؟ ثيرانا أخرى؟ سيقضى علي لا محالة. لكن الثيران لم تكن تقصد العصا، بل وقفت حول العجول الصغيرة لتحميها من ذئب كبير تربص بها. شعرت العصا بقليل من الارتياح، فلا الثيران هجمت عليها ولا الذئب استطاع النيل من العجول. ثم خطرت لها فكرة: ربما إن وقفت بالمقلوب سيعتقد من يعيشون هنا بأنني شجرة فيتوددون لي. لكن الأشجار لا تنمو في التندرة. فاقترب منها أيل بني، تشممها، دار حولها ومضى بعيدا. يبدو أنني لن أجد أصدقاء هنا. فجأة لاحظت جحرا على مقربة منها، اقتربت منه بحذر. ما هذا الصوت الغريب؟ أيكون فحيح أفعى سامة؟ لم يكن جحر أفعى، فقد خرج منه أرنب قطبي صغير، فدعاها لتناول الشاي الساخن. شكرته العصا وقالت: لقد أدفأني كوب الشاي، ولكني لا أملك إلا هذا القش في ثوبي. إن شئت خذ بعضا منه واصنع أريكة مريحة. ابتسم الأرنب ثم ضمها وشكرها. شعرت العصا بسعادة كبيرة تغمرها. المشعوذة لم تشكرني مرة واحدة، على الرغم من كل المشاق التي كنت أتحمل لأجلها. تنشقت عندها دفعة كبيرة من هواء التندرا النقي، وراحت تبحث عن كائنات
بحاجة للمساعدة. طلبت من الدب العجوز أن يتعكز عليها وهو يعبر بركة متجمدة، فابتسم وشكرها على المساعدة. وقبل أن تكمل مسيرها شاهدت أشنة فتية تبحث عن شيء يابس لتنمو عليه، فعرضت عليها البقاء بين قشها الناعم. كان ملمس الأشنة ناعما، فأحبته العصا جدا، خاصة أنه جعل الدفء يسري فيها من جديد. بدأت الشمس بالغروب، فقررت أن تستلقي وترتاح. وبينما كانت تبحث عن مكان لتحتمي فيه، اقتربت منها مجموعة كبيرة من الحيوانات، أيائل ورنة وثعالب وأرانب وثيران وأبقار. تعرقت وارتجفت، استمعت العصا، تعرقت وارتجفت وهي تقول: ماذا تريدون مني؟ اقتربت منها الرنة وقالت: نود دعوتك إلى حفلة صغيرة سنقيمها بعد قليل بجانب البحيرة المتجمدة. رحبت العصا بهذه الدعوة، فتحلق الجميع حول نار مشتعلة، أكلوا وغنوا ورقصوا. استمعت العصا إلى مغامراتهم المشوقة، ثم روت لهم حكايات من البلدان التي زارتها. وقبل أن تغفو ابتسمت وقالت: هذا أجمل وأمتع مكانا زرته يوما. النهاية. حذاء حاتم أم حذاء سندريلا؟ تم تقديم هذا العمل لكم بدعم. القارورة رورا. تم تقديم هذا العمل لكم بدعم. في جزيرة القارورات في عرض المحيط، كل القارورات تقضي نهارها في الحديث وإطلاق الضحكات إلا القارورة رورا. كانت القارورة رورا تقفز من مكان إلى آخر وتنظر يمنة ويسرة، باحثة عن شيء جديد أو خبر سعيد. فحياتها طويلة طويلة، طولها 1000 عام، ولا تريد أن تقضيها في الحديث واللعب على الدوام. وفي هذه الأثناء وصلت الجزيرة قارورة بنية تحمل في جوفها صحيفة. بسطت الصحيفة أمام الجميع وقالت: في المدينة تحصل القارورة على حياة جديدة. أدارت نظرها بين الجميع وأكملت: إذا وصلت إلى سلة إعادة التدوير فيمكنها أن تصبح قطعة في قميص طفل أو في بساط أو في كيس نوم يجوب البلاد. قفزت القارورة رورا مهللة، فإعادة التدوير ستمنحها حياة جديدة. حلمت أن تكون قطعة في كيس نوم يجوب البلاد وأن تخوض المغامرات. ولكن كيف ستصل إلى سلة إعادة التدوير؟ نظرت حولها ثم قالت: وداعا يا صديقاتي، سأذهب لأبحث عن سلة إعادة التدوير. لن أنتظر أكثر، فحياتي طويلة طويلة،
طولها 1000 عام. صاحت بها القارورات: ابقي هنا وتمتعي باللعب والكلام، ربما تعلقين في بطن حوت. التفتت إليهن وقالت: إلى اللقاء، وألقت بنفسها في المحيط، فدفعتها الأمواج يمنة ويسرة، وفجأة التقمها حوت كبير وصارت في معدته الضخمة. فكرت: إن بقيت هنا فسأقتل هذا الحوت الكبير ولن أصل إلى سلة إعادة التدوير. وهكذا ضربت جدران معدته ضربا ضربا، وقفزت قفزا قفزا لتنبهه، ثم صاحت: أيها الحوت، سأؤذيك إن بقيت هنا ولن أحقق حلمي الكبير، فحياتي طويلة طويلة، طولها 1000 عام. تألم الحوت وتألم وسمع صياحها وفهم كلامها، فسبح باتجاه الشاطئ وألقاها هناك. مشت القارورة رورا ومشت حتى تعبت كثيرا، ألقت بنفسها أخيرا على الأرض لترتاح قليلا، وفجأة أمسكت بها يد كبيرة ورفعتها إلى أعلى، فتحت عينيها فرأت رجلا بلباس أخضر حملها ومشى عدة خطوات، ثم ألقى بها داخل سلة كبيرة. تساءلت رورا: هل هذه سلة إعادة التدوير؟ التفتت يمنة ويسرى، حولها قشور موز وأوراق شجر. فكرت القارورة رورا: سأخرج من هنا فحلمي كبير، علي أن أصل إلى سلة إعادة التدوير. قفزت وقفزت حتى سقطت على الأرض، وعلى الأرض امتدت إليها أيد ناعمة دحرجتها ذات اليمين ودحرجتها ذات الشمال حتى أصابها الدوار. صاحت القارورة رورا: توقف توقف. قال القط: آسف آسف. نياو. نظرت إليه وقالت: سأسامحك إذا حملتني إلى سلة إعادة التدوير، فحلمي كبير وعلي أن أصل إلى سلة إعادة التدوير. نظر القط مستغربا وقال: لا أعرف هذا المكان، لكنني سأحملك لنبحث عنها في أنحاء المدينة. ركض القط وركض، ركض القط وركض من شارع إلى شارع، ركض في الحدائق وفي مركز المدينة، وفجأة صاحت القارورة رورا: مهلا مهلا، إنه هناك. قفزت عن ظهر القط وقالت: اقتربت من تحقيق حلمي، فحلمي كبير وها قد وصلت إلى سلة إعادة التدوير. وقفزت إلى جوف سلة إعادة التدوير، في الداخل قوارير كثيرة زرقاء وحمراء. جلست رورة وانتظرت وانتظرت وانتظرت، فقد اقتربت من تحقيق حلمها الكبير، وحياتها طويلة طويلة، طولها 1000 عام. وصلت الشاحنة ثم توقفت إلى جانب سلة إعادة التدوير، رفعت السلة للأعلى وأسقطت القارورات بداخلها. سارت الشاحنة وسارت حتى وصلت إلى مصنع إعادة التدوير. نزلت القارورة رورا في آلة كبيرة، كانت مسرورة جدا، فبينها وبين تحقيق حلمها خطوات قليلة. ترى هل ستنجح في تحقيقه؟ قعقعة وقعقعة ودوران وغسيل، ثم تفتيت ثم تذويب وصياغة من جديد. خرجت رورة من الجهة الأخرى، فهل حققت حلمها؟ خرجت رورة من آلة إعادة التدوير وقد حققت حلمها الكبير،
هل ترونها؟ النهاية.